شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والغاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحان سلم أحباب القلب رشاد عفهمي أطرشت عم قلك رجعي ذهباتي وخليني امشي لك يا أجدب يا بهيم وين ما رحت وين ما أجيت رح يضل أبو طالب لاحق فهمت أخي لا تحكل همي بنوب نوب لا تحكل همي رجعي ذهباتي وأنا بدبر حالي لك يا فريد أنا وعدتك خلصك من هذا أبو طالب وما رح أتركك صدقني وهلأ بعد ما تمرق الجنازة أنا مرتب لك خطة جديدة رح تعجبك تمام ليك على هالحكي ليك عامل لك عباس الجابري مات 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 وشبع موت فهم لك يا فريز يا حبيبي أنا وعدتك خلصك من هذا أبو طالب ما رح أتخلى عنك بنوب هلأ بس يخلص العزاء أنا مرتب لك خطة جديدة رح تعجبك تمام تمام ليك على الحكي ليك على الحكي عم قل لك عباس الجابري مات 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 وشبع موت فهم إيه وإذا مات في أخو حمزة مين هذا؟
هذا الفصعون اللي عم يبكي على خبزي بده يقدر على ابو طالب. لك هل عني يا هل عني يا لك لا تستهتر بحمزه، بيقولوا عنه قبضاي وزقرتي وبياكل راس الحيه. اخي شيلني من حمزه ومن طمزي، رجع لي ذهباتي وخليني امشي بحال سبيلي. الله يرضى عليك يا فهمي. والله يا حبيبي يا فريز انا بدي رجع لك ذهباتك، بس يعني والله ماني عارف شو بدي لك. اخي لا تقول لي ولا بقول لك، رجع لي ذهباتي وصلى الله بارك. انا بدي رجع لك اياهم، بس انا تصرفت فيهم. شو شوي شوي ان شاء الله عم اقول لك تصرفت بالذهبات. لك شلون تصرف بالذهبات قبل ما تروح في شنطك معي؟ لك انا شو عرفني انه رح ترجع بكلامك مثل الحرقمه؟ لك الزلمه مات يا فامي مات. وانا اشتريت بالذهبات مال كاني. عن جد عم تحكي؟ لا عم مزح. الله لا يوفقك يا بواس، الله لا يوفقك يا عمي. لك انا بدي ذهباتي لا طوش لا طوش، ذهباتك بيصاروك. عم نقول لك ذهباتك صاروا بالمالكانه. والمعنى؟ المعنى ما في غير حل واحد قدامك، انك تاخذ المالكانه بدل الذهبات. لا انا شو بدي اعمل بالمالكانه يا بواس؟ شو بدي اعمل فيها؟ بتبيعها. انت بيعها ورجع ذهباتك وخلصنا من القصه كلها. هي شباب بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. شكر الله على صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لو كنا استأجرنا حنتولوا لك يا فهمي، مو أحسن من المجي على أجرين اللي بتهد الحين. لك مشان ايش الحنتور؟ اعتبرت مشاي شمت هوا لك فريز؟ جايبني من اجلي لهون على الربوي على اجري مشان شمت هوا. اخي المشي منيح للجسم، بحرك الدم. ومين قال لك انه انا بدي احرك دمي وانحم على قلبي يا مين؟ وهو علي حاجة تقوت نقلك فريز، ليك ما وصلنا لحشة حجر. لك ان شاء الله بلحشوك كبير ماله قرار بجاه الحبيب محمد على الاستفادة. لك امشي خلصني. ايه ابو طالب؟ يعني مالك ببغضين؟ عدوات؟ حدا بالشغل متخانق معه هون؟ ابدا. اكيد يا ابو طالب. شو اكيد؟ انت بتعرفني منيح ماجد افندي.
بعمري ما اختلف مع حدا وكل الناس حبايبي واصحابي، وبعمري ما أزيت حدا. طيب من فترة قريبة ما في شي حدا تزعلت معه؟ زعل منك؟ حدا بالسوق تشاكلت معه؟ لحظة لحظة لحظة، هلا تذكرت. شو؟ صار مشكل بيني وبين تاجر الأنتيكة فريز النو من كم يوم. فريز النو ما غيره؟ ايه. ايه بخصوص شو؟ حاول يعتدي على حربة من حارتنا من كم يوم وهددته أنا بالقتل، وقدر يهرب من بين ايدين الشباب وهني اخذينه على المخفر. من وقتها ما عاد بيان. الله يصلحك يا ابو طالب، وليش ما حكيت هذا الحكي من البدايه من وقت ما اختفت البنت؟ ما خطر لي. بجوز فريز النو هو اللي خطف البنت مشان ينتقم منها. معقوله فريز النو هو اللي خاطف بنتي يا ماجد افندي؟ ممكن يا ابو طالب. لا ما شلون ما خطر لي هالشيء؟ انت من وقت ما صارت الحادثه كان لازم تيجي تخبرني. الله الله اكبر. كل شي وارد يا ابو طالب، كل شي وارد. وانا هلا بدي ابعت دورية اشحطه وتجيبه لهون. معقوله شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعوني منيح يا رجال، بدي اياكم تدوروا لي على فريز النو، بدي اياه قبل الضو يكون عندي. خير معلم، شغلت لنا بالنا. ماجد افندي شاكك انه فريز النو يمكن يكون وراء خطف كريمة نوش السعد. ماجد افندي والمخفر بكرة الصبح بدهم يدوروا عليه. نحن من اللحظة هي بدنا ندور عليه ونجيبه. بس يا معلمي، فريز النوم ما حدا بيعرف وين بيروح وين بيجي. بتدوروا عليه، بتروحوا له عند اهليته، لعند اخواته، بتشوفوا لمين عم يبيع ومن مين عم بيشتري، وين عم بياكل، وين عم بيشرب، وين عم بينام. قول الله يا معلم، وبإذن واحد احد قبل طلوع الضو رح يكون تحت رجليك. انا بعرف انه الشغلة ما سهلة، بس بعرف كمان انه عندي رجال قادرين. اعتبرها صارت معلي، امرك معلي. قولوا والله. بابا السلام عليكم. الله معكم. تعال يا حون، من هون من هون. لك يا فمي عاجل، انت بتطلعني وبتنزلني، والله دوختني. لك وين هالمال؟ كان البطيخه هي معك انها نصها. لك حاجتك بقى تلعي، ليكنا وصلنا هاي المالكانه، شوفها قدام عينك. وين هالمالكانه؟ مالك شايفها؟ لا مالي شايف شيء. بجوز لانه الدنيا ليل وعتم ما راح تشوفها مزبوط. لك كنا جينا بالنهار وخلصنا. لك شوف النهار بدك تجيبنا بالحرائي وبالشوب. اخي ما حبيتها، ما حبيتها لهي المالكاني كلها على بعضها، ما حبيتها. شو قصدك يعني؟ اخي بيع لهي المالكاني ورجع لي ذهباتي وبلالي الدويقه كلها على بعضها. اي ما فشرت تاخذ ذهبي وحده ولا؟ لك شو عم تعمل يا فامي؟ عم تسحب على اي سكينه؟ شو جنيت انت؟ بدي اذبحك واخلص منك ونسيك الذهب ليوم يومك يا كلب. هلا بصرخ بلم عليك الناس يا فهمي. قد ما صرخت هون وقد ما عيطت ما حدا رح يسمعك. بدي نسيك الذهب فوت حياتي. تعال تعال يا هو، تعال هو يا واطي. ابن عمي مشان الله طمني شو صار. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا ام طارق. اهلين يا ابي، اهلين. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. بوس ايدك، قل لي شو صار. خلاص ام طارق خلاص، بكره الصبح ان شاء الله بنسمع اخبار بتسر الخاطر. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. فوتوا نامي يا حبيباتي، فوتوا نامي. ما بيجيني نوم يا ابي. وانا كمان ابي ما بيجيني نوم. نحن نحبها لوش السعد يا ابي، ما بنغار منها بنوب بنوب. يا ابي خاطب تعطي لاختي وش السعد، انا ما عاد بدي الطوق. وانا كمان يا ابي خد طوقي وعطي لاختي وش السعد، انا ما بزعل. لا يا ابي لا، خلوا الضواء برقابكم، انتوا غاليين علي يا بي. انا بحبكم مثل وش السعد، بس هي كنت حبها اكثر لانه صغير. يلا يا بي روحنا. نحن بنحبها على حبتك يا بي، ولما ترجع حطها من عيوننا من جوا. معناتها روحوا على غرفكم صلوا وادعوا، ادعوا ادعوا لرب العالمين انه يرجع لنا اياها سالمه غانمه. الله يخليكم يا رب، الله يخلي لي اياكم. يلا يلا روح. شكرك يا ابي، تصبوا على خير. وبوس رجلك تقلي شو صار معك. بعد ما خبرت ماجد افندي عن علاقتي مع فريز النو هذيك المره، صار يشك انه هو ورا الموضوع. يو شو هالحكي؟ هذا اللي صاير. يبعت له حمى تقتله؟ شو دخله تاجر الانتيكه بالبنت الصغيره ليخطفها؟
لك مو انا حطيت عليه الحد وكنت بدي اقتله هذيك المره مشان ام صابر. هاي ايوه بس هي بتضل مجرد شكوك. لما يمسكوا رجال المخفر بتبين الحقيقه وبنحل اللغز. يا ربي دخيل اسمك يا ربي دخيل اسمك ينحل هاللغز يا رب وترجع لبنتي سالمه غانمه. دخيلك يا رب دخيلك لا تضيبني من البنت دخيلك. قول يا الله. ليش ما نمت لهلأ تقبرنا؟ ليش أنا أدران نام يا عمو؟ أدران نام؟ أخي وشقيقي نقتل قدام عيوني يا عمو. كيف بدي نام؟ هي إرادة رب العالمين. هيك حكمته وهيك رأت والله بعدي اسمه. إذا حب عبده ابتلايا روح أمك والصابر على مصابه أجره عظيم عند ربه. وين رحت وتركتني يا أخي؟ وين رحت وتركتني يا أخي؟ يا ريت أنا ولا أنت يا أخي. يا ريت أنا ولا أنت يا عباس. لا يا حمزة لا. عم تبكي؟ لا يا ابني لا. انت هلأ رجال البيت ولازم هيك تكون قدام الناس. اصحك يا ابني تبكي لازم بتكون قوي سمعان. صحي اخوك زعل على ابوك لما مات. زعل ما بتحمله جبال ولا بتلمه بحور بس كان قدام الناس صلب وقاسي وما نزلت له دمعة. عباس شقيقي يا ابو إذا ما بكيت على أخي على مين بدي أبكي؟ على مين بدي أبكي؟ خلي زعلك بقلبك يا روح أمك. الزعل بالقلب تشكو القاسي. وحياة رحمة الغوالي يا عمو. وحياة رحمة الغوالي لرد الطاء عشرة ولأجعل ليل الفرنساوي نهار ونهار ليل. لا يا أمي لا هلأ مو وقت هذا الحكي. نحن في عنا عزا وفي ناس عم تفوت لعنا وتطلع من عنا. بعدين أنا ما صفي لي غيرك بهالدنيا يا ضو عيوني مشان تنور لي أيامي الباقي. يا ريحة الغالي أنت الثاني أبو بعدين أخوك. يا وحيدك يا وحيدك يا وحيدك يا وحيدك. إلا وجعني يا ربي إلا وجعني. بشير والله ما تركنا لا زق ولا بيت الا ما دورنا فيه وما لقينا. لا حول ولا قوه الا بالله. لك وبعدين ما له اثر يا سيد الرجال ما له اثر. اسمع يا حاتم دوروا كمان
يا بتلاقوا هالعاطل يا بتلاقوش السعد. الروح بترخص لك يا معلم. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. ألو نعم نعم. رئيس مخفر النوات. احترامي سيدي. نعم سيدي. المذكور جاري البحث عنه لأنه شاكين بأمره باختفاء بنت من القنوات سيدي. نعم سيدي، أنا قبل شوي اتصلت بالسرايا وعممت مواصفات المذكور على كل مخافر الشاب. نعم سيدي. مقتول بأرض جيوان؟ يا لطيف. مقتول لحاله سيدي؟ عفوا يعني لقيته جنب جسته بنت صغيرة عمرها سنتين سنتين ونص. نعم سيدي نعم، راح انتظر التحقيقات. نعم سيدي، بس بعد اذنكم انا حابب اطلع على مجرى التحقيق. شكرا سيدي، مع السلامة سيدي. مع السلامة. يا عم مين له مصلحة يقتل فريز النو؟ قريبة. يخرب بيتك، كنت رح تروحنا. العمى بعيونك العمى. لا وكل هالذهب معك ونايم عليه. يلا منيح ارتحت وريحت الخلايق منك. بيته كان حيروحنا. اديني جهنم ارتاح وريح. يرحم والديك. احكي ماجد افندي، شغلت بالي. فريز النو لقوا مقتول بارض كيوان. شو هلاكي؟ لقوا مقتول بارض كيوان؟ اي نعم، هيك خبروني والتحقيقات جاريه. والبنت يا ماجد افندي، لقوا مقتول لحاله ولا البنت معه؟ والله مثل ما قالوا لي مقتول لحاله. طيب والعمل؟ انا اعصابي تلفيتها. بدك تطول بالك يا ابو طالب، بدنا نستنى نتائج تحقيق. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. وين بدها تكون راحت البنت يا ماجد افندي؟ وين؟ هي الله هي الله. عبوا العسل بالجره، طعموها للحلوه ام خدود مطواي. قبل ما يجوا النحلة يسرقوا منه وعسلك. هي يلا هي يلا، حطوا العسل في الجر. يعني معقولة أبوها للبنت لهلأ ما دري بمقتل عباس؟ يا عبي شو معي لك؟ إذا كان مشان خاطر ابني مشان يجي ياخد بنته، كل شغلة بتحط العقل بالكف. يعطيك العافية يا مو. أهلين يا مو، طمني شو صار معك؟ برمت على كل معارف أخي يا مو، على كل معارف أخي. بعمرهم بحياتهم مو شايفين أخي عباس عم يتعرض مع تاجر حلبي أو بيعرفوا شي عن حلبي، ما بعرف. سلام قولا من رب الرحيم. فتر راسي يا مو، فتر راسي من الصبح من قرنة لقرنة، ولا تتعبي. طيبوا العمل لك أمي والعمى. والتاني أبوها شلون بيرمي بنته هيك رمية؟ علي الحلال ما عم بفهم، شغلة بتحط العقل بالكاف. والله أنا كنت هلأ عم بسأل حالي نفس السؤال، بس على قلت المثل لك أمي قال الغايب عذره معه. أنا عذر يا عمو؟ أنا عذر وبطيخ بمسمر؟ واحد بنته من لحمه ودمه بيرميها هيك وبيمشي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خوش أخي الله يرحمه وصاني وصل البنت لأبوها يا عمو. هو وصاني
وما قال لك شو اسمه؟ ما لحق يا مو. قبل ما يقول سلمها. يقولي على طول. قولي على إبنك يا ابني. أنا هتحيري وحرق قلبي. قبل ما يقول سلمها يعني. الله يرحم تربه. وقت ما حدا سمع عليك يا محسن. كنت متمني تمسكوني بعد ما سلم على الحجة. سد بوزك. أمرك. بس الله وكيلك شعب البيت قريب، خليني مسي عليها. خذوك. تحرك. خير صبوحي؟ فرنساوية كاتر ومسكوا محسن عمي أبو عزيز. لا تقولها. شوفت عيني. طيب. طيب انطرني هون لألبس وجاي معك. يلا. طيب بركي تاجر هالأنتيكة المقبور على قامته قبل ما ينقتل حاطت البنت عند حدا من معارفه أو قرايبينه. تحقيق جاري يا أم طالب، ومجد الأفندي وعدني تابع الموضوع بذات نفسه. طيب وبركي لحقينه الفرنساوية وقاتلينه وبعدين أخذيني البنت منه. وشو بدهم الفرنساوية ليقتلوا واحد مثل فريز النوم؟ بيكون عامل له شي شغلة خايسة ولحقينه الفرنساوية وقاتلينه. ما بعرف يا أم طالب. أو يمكن مشتبهين فيه ولحقينه وقاتلينه بالغلط. وكون البنت ضلت لحالها أخذوها الفرنساوية منه. إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. رح يفع راسي يا طالب. قوة تقلب الله العلي العظيم. رجع لورا. ايوه ايوه مينو هاد؟ انا اختي محسن. انا المختار ابو عزيز ومع الشيخ عبد الرحمن. فينا جوزين كلام معك اذا مرتي. يا ميت اهلين وسهلين، والله اجيتوا بوقتكم. حاكم غليان قلبي على ابني محسن، له بالليل امبارح ومبين. اسمعي يا اختي. شو الجرم اللي انت سويته عشان جابوك عندي هون يا حيوان؟ جاوب. جاوب. انتو ليش بدو قتلو اسكح فخنزي؟ انتو ليش ما بتحبوا فخنسيين؟ احنا جينا هون عشان نساعدكو. قولي sans que personne sache. وانا بسامعك. اعترف، مين ساعدك؟ مين وراك؟ مين قالك عشان تقتل اسكح فخنزي؟ اذا انت بتقولي مين ساعدك ومين وراك، انا بودك اني بسامعك. قول. أفو. اثنين أسكح فرنسي انت قتلتهم. صح. طيب قول لي كيف قتلتهم؟ قول. espèce de crétin.
ماجد أفندي، خطر لي خاطر. شو؟ ليش ما يكونوا الفرنساوية هن اللي قتلينه لفريز النوم؟ اي والله. ولما قتلوه كانت معه البنت أم أخدوها؟ معقول؟ وانت شايف بهاليومين الفرنساوي نازل تقتيل وحفظ بهالخلايا على أبو جنى. وارد جدا، ممكن يكون صار هيك فعلا. لذلك يا ماجد أفندي، بمعية الله ومعيتك لازم نوصل للدورية اللي قتلت فريز النوم، ومنها رح ناخذ الخبر باليقين. معقول؟ خلص تركي هذا الموضوع وأنا رح أسأل معارفي بطريقتي. الله يرضى عليك، واستعجل شوي، أنت شايف الحال وبالبيت عندي ما عم بتهدوا. تكرم يا أبو طالب، وصدقني موضوع المحروسة آخذ كل وقتي. الله يرضى عليك يا ماجد أفندي، ولا يضرك بمحب بجاهل حبيب محمد. يبعك الحم عليك يا أم حسن. وإمتى صار هالشي؟ على أهلاً مبارح لقطوه هيك بطلعت القاضي. حسبنا الله ونعم الوكيل. تعرفي أختي أم عباس، صار لي 10 أيام عم ترفع عيني وعم شوف ما أنا مات واحد وشوف شو صار. بدك تطولي بالك لك أختي، بدك تطولي بالك. المهم إنه عايش ومصيره يرجع، مو مثل ابني عباس اللي على قلبي اللي انخطف مني وهو بعز شبابه. لك شو بدي احكي وشو بدي اقول؟ مرات بفيق من نومي بحس انه رجع على جواتي وبضل بناديله وبضل بناديله وبضل بناديله، بعدين بقرا آية الكرسي وبرجع بنام. الحمد لله الحمد لله. مالك علي مين يا اختي ام عباس؟ اني قلبي محروق على موتة عباس ابنك. كل ما بشوفك بدوب خجل منك، مستني اوعيه بينسلق بدك لما بتذكر انه ابنك عباس كيف مات وهو عم يدافع عن ابني. بس ابعت لي حد مشان الله تعطيني. اعوذ بالله يا عيب. شو هالحد؟ انت حطي عينك بعين الله وسلمي له وخلص. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إيه تفرج يا أبطال، إن شاء الله تفرج. وإلا بتلاقي محروسة بنتك وش السعادة إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. إيه نعم. المهم أنت خلي عينك بعين رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بيصير تيأس يا أبطال، لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله. إيه بس أنت لازم تكون عندك أمل. والله يا أخي يا أبو عدنان، عمري ما عرفت اليأس، وأملي برب العالمين كبير كبير. بس أنتوا شايفين الحال يا أخوان، أيام وليالي وشهور عم بتمر بمرارة العلقة. أبا يلا السلام عليكم. مرحبا يا عربة الشام. يا ميت أهلين وسهلين، تعج راسي شلونك؟ أهلا وسهلا. وين الغيبة بعد زمان؟ والله أنت إذا أنت ما بتجي لعندي فأنا بجي لعندك، شو بدي أعمل يعني؟ يا ميت أهلين وسهلين راجي أفندي، يا حلت علينا البركات. شاي ولا بارد تاج راسي؟ ما حذرت بنوم. ما فهمت عليك سيدنا الأفندي. أيوه، بكرة وقت أطلبك لعندي على النظارة أفهمك ياها بالقلم نشرح. أوف خير شو صاير؟ أنا خدامك سيدنا، أنا خدامك. حاجز دبا ولا؟ حاجز دبا عمل لك، وين وقت بعت لك يا؟ مين قصدي؟ فريز النو؟ الله لا يوفقه، الله يورجيني في يوم. أوف ليه بقى؟ والله يا سيدي لو ما أنت بعته لعندي وأمرتني إني خبيه عندي كنت فرمته فرم المضروب. قال آوينا عنا، قام سرقني وهرب. يخرب بيته، لا عنده شرف ولا عنده ضمير ولا عنده أخلاق. أبو فهمي، هالحركات مو علي أنا. أنا اسمي راجي أفندي، رئيس مخفض إمارية. وينه؟ وين عملك؟ والله ما بعرف يا سيدي، ما بعرف. لك حاج دبابلة، وينه فريز النو؟ اللي لشوف. صدقني ما بعرف وينه. إيه؟ شو علي يا أبو فهمي؟
بس بكره وقت استدعيك لعندي على المغفر بتهمه قتل فريز النووي ساعتها قال لي ما بعرف. والله ما تطلع من عندي قبل ما نتفاهم. راجي افندي، راجي افندي، بوس رجليك. انا خدامك. انا ها بوس رجليك. خلينا نتفاهم، خلينا نحكي حكي غير. من الاول ما بدي اخلصني. اتفضلوا اتفضلوا، شوف شغلك. يلا روح روح بسرعه. بذمتي بضميري بصحتي بعافيتي انا حاسب حسابك من الاول. كذاب ولا؟ والله حاسب حسابك من الاول راجي افندي. بصراحة يا اخوان سمعنا من مدة بدورية فرنساوية ماسكين بنت عمرها من سنتين لثلاث سنوات وبحجة انه قرايبها ضد الفرنساوي. ايوه. ومثل ما فهمت بحيث لما كانت الدورية اخذ البنت طلعوا لهم رجال وعلقت علقة قوية من دين الله مولاها. المهم وصلنا للزبدة لك ابو عزو. شيك شو صار بالبنت يا ابو عزو؟ فهمت بانه قتلت بالطوشه اللي صارت بالشاغور. ابو عزو يرحم والديك لا تقولها. وحد الله يا ابو طالب، وحد الله. استهدي بالرحمن ابو عزو. انتو سالتوني وانا جاوبتكم يا جماعه. يا الله يا الله، وحد الله وحد الله يا ابن الحلال. لك مشان عافيتك رجال عندي شدائد يا ابو طالب. وحد الله بشد حيلك. وحد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجسمان البنت وين صارت أراضيها أبو عزو؟ دفناها بمقبرة باب الصغير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو القبر. طول بالك اخي يا طارق، طول بالك. ما بيجوز على الميت غير الرحمه. البنت راحت لعند ربها شهيده. سمونا الفاتحه يا جماعه، سمونا الفاتحه. دمك ما راح يروح حدر يا بنتي يا وش الزحت. ما راح يهنالي العيش والفرنساوي ببلادنا يا حبيبي تربيك. شانك بشان الكبار والأبطال. ما راح أقبل مقابلك إلا بطلوع الفرنساوي من بلادنا. وأنا أبو طالب، أنا أبو طالب نور الدين الأنواتي. يا حلوة يا كربوجة انتي كيف ان شاء الله صح؟ مطرح ما يسري يمري يا تيتي. يلا يلا هاشي شي عندي هطل هطل كبرت وصارت هطل هطل هيك بدور الدولات هيك بيصبح السمكات هيك بصيروا العصافير هيك بيناموا الكسلانين هيك بيعدوا الشاطرين سقفة سقفة للحلوين. لك ان شاء الله بتقبرين غدا خيلة. وينكم يا مو؟ قبلين يا عمك حمزة. يقبرني يا الوش. طب يقبرني يا الوش. شايفها الصغيرة قديش صارت بتعلق فيه؟ وانا تعلقت فيها كثير يا مو لدرجة صرت حاسة وحدة من أهل البيت. وأنا كمان بيني وبينها لما بتنام بحس البيت كأنه فاضي. لك روحي متعلقة فيه. بس أول عن آخر البنت في إيد أهلها بدهم يجوا ياخذوها. لو أهلها بدهم إياها كانوا إجوا من وقتها وأخذوها.
ما بتعرفي شو صاير معهم يا عمو، ما بتعرفي شو صاير معهم. الجماعة ممكن يكونوا محروقين على شي قصة، ممكن يكون قلبهم لايب، ما بتعرف شو فيه. هيك قلتها؟ معلوم يا عمو، معلوم. لكان في حدا بيترك ضناه هيك. طيب انت شو صار معه؟ لا برجلي يا عمو، وانا من سوق لسوق ومن حارة لحارة ومن تاجر لتاجر وما في خواص. تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما اجيتي يا مو. من 20 يوم لحديت هلا ما في تاجر حلبي دخل عالشام. سألت الكل، ما ضل قدامي غير اني روح على المخفر وبلغ. ايه قل هو الله احد. شو مخفر ما مخفر؟ لا تقبرني، نحن مو خرج مخافر. بعدين البنت بركي كان في وراها شي قصة، شي عملة، شي شغلة. يقوم ينحكى على اخوك عباس؟ لا تقبرني، لا انا ما بقبل ينحكى على ابني، ما بقبل، الله يرحمه ما بقبل. لا ما في مخفر. ايه لكن ما ضل قدامي غير اني اخذ درب طريقي وروح على حلب. شو حلب وما حلب؟ انت الثاني؟ ليش انت بتعرف اهلها؟ بتعرف اسم ابوها؟ بعدين حلب ماله صغيره، كبيره، بيقولوا اكبر من الشام حتى. ايه بس صار لازم نحل قصه البنت يا ابو. مزبوط امي، وانا كمان قلبي متلوع على امها وعلى اهليتها. بس شو بدنا نعمل اذا ما بنعرف وين هن وين ساكنين وشو اسم ابوها؟ يا ابو هاي البنت في وراها اهل، ما بيجوز من الله يكون قلبهم محروق على غيابها. يو بالاول ما بدنا نعرف وين اراضيهم. المعنى يا ابو، المعنى بتبقى البنت معنا. ايه وبتضل عنا لحتى يجوا اهلها وياخذوها. ايه شو قالك امي؟ شو قالك؟ طالما ما عرفنا مين اهلها وين اراضيهم، بتضل البنت عنا لحتى يجوا ياخذوها. تبي عنا عمي؟ يقبرني يا الوش. شفت البنت حبتنا لك امي وتعودت علينا، خلاص خليها عنا. يا امو ما اختلفنا ونحن تعودنا عليها وتعلقنا فيها كثير. بس خلاص امي، تكل على الله وحاجه تدور وتسال عن اهلها، والله بيشهد علينا انه نحن ما قصرنا. واذا بدك تدغري، انا حاسسها من ريحه اخوك عباس. لك احلى تركه من ريحته، الله يرحم التراب يلي لمه. يا مو ليش فكري عم يقول لي انه شو؟ امي احكي. ما بعرف ليش قلبي عم يقول لي انه هالبنت بنت اخي عباس، واخي عباس متجوز بالسر ومخبي عنا. يلا اسمعوا على هالسمع، ليش لحتى يتجوز بالسر ومن دون علمنا؟ ما بعرف بس عقلي هيك عم يقول لي يا ابو. مو راكبه لك امي، ليش من دون علمنا يتجوز اذا نحن يلي كنا راكدين ورا من سنين وايام لحتى نجوزه؟ ليش؟ مزبوط عم تحكي يا ابو مزبوط، بس انت نسيتي انه اخي عباس قطع على حاله عهد قدام كل اهالي الحاره انه لا يتجوز ولا يدوق طعم الفرح غير لياخذ بدار ابي الله يرحمه. مزبوط هالحكي. هلا في شي عم يقول لي صدقي وفي شي عم يقول لي ما صدقي. شو يا مو؟ بكره جاي اليوم اللي اثبت لك فيه صحه كلامي. هاي البنت بنت اخي عباس، اطلعي بوشها منيح، شوفي الشبه ما بتشبهه. شوفي يا مو، شوفي. بتشبهه كثير. الك معقوله واحد يجي يحط بنته عند اخي عباس ويغيب 20 يوم هيك وما يسال عنها؟ اي والله ما انا راكبه بنوبي يا مو. مزبوط مو راكبه مزبوط، عم تحكي صح. بس قل لي شغله، هلا لو كان هو متجوز وين مرته؟ ليش ما اجت سالت عنها لهلا؟ ليش ما اجت عزت بجوزها؟ قل لي ليش يا مو. جايز إما للبنت تكون بقرنة بعيدة وخبر ما مات أخي عباس لحدية هاي اللحظة ما وصلها. صح، معقولة أمي، مزبوط عم تحكي، مزبوط. يا مو خلصنا من القصة بقى، عوفت حاجتنا لله صغيرة وصغيرة، خلينا نسميها شي اسم. بلا صار لازم نلاقي لها اسم، وانت لاقي لها اياه، خلينا نستفيد من علامه. اخي عباس الله يرحمه استشهد كرمال الشام يا عمو، وانا عم قول بنسميها مال الشام. شو رايك؟
مال الشام والله اسم حلو كتير لك. مال الشام وبنت اخوك عباس، والله بنت المرحوم عباس، والله لك تقبريني، لك تكفنيني، لك تطلعي على قبري يا مال الشام يا بنت عباس. لا لا ولا لا يا بلا لا شامي ذهب والبضاعة. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك طراس بالذهب والبضاعة. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى، إلا العالي بعلا. هون علي الصار فوح يا ريحان.